السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. الفيديو النهاردة مختلف عن الفيديوهات اللي عملتها قبل كده. هشارككم فيها خمس ست لا ستة ست عادات غلط بعملها كل يوم، كنت بعملها كل يوم وحاولت ان انا ابطلها طبعا وابدلها بحاجات تانية علشان تبقى حياتنا مظبوطة وما يبقاش فيه نقص فيتامينات ولا نقص معادن ولا بقى اي حاجة، الحاجات اللي بتأثر على الصحة النفسية او امراض مناعية، لان في حاجات كتير جدا الواحد بيعملها غلط وبتبقى روتين في حياته وده بيأثر على كل حاجة في حياتنا. فانا قلت اشارككم وعارفة ان في كتير منكم بيعمل الحاجات دي. الاول لو اول مرة تتفرجوا على القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. اول حاجة كنت بعملها ومتأكدة ان في كتير منكم جدا كان بيعملها، اللي هو قبل النوم الشيبسي بقى والشوكولاتات وكله بقى الممنوعات اللي كانت ممنوعة عن الولاد نطلعها وناكل بقى قبل النوم، ودي كارثة. فانا تخليت عنها الحمد لله ولغيت كل ده خالص قبل النوم، يعني لا مفيش الحاجات دي خالص. بدلتها بايه بقى؟ بالزبادي. يعني لما بكون محتاجه اكل او حاجه باخد علبه زبادي وعليها عصره ليمون. انا دي بصراحه سمعتها من الشيف سالي فؤاد وكنت بكسل اعملها، بس فعلا لما بعملها بحس فعلا براحه جدا، الواحد بينام معدته فاضيه كده وبيصحى الصبحيه مش حاسس باي تعب لما بياخد بس الموضوع الزبادي ده. النقطة التانية المشي. طبعا الفترة اللي فاتت دي كلنا تعودنا على الكسل والقعدة في البيت والحياة الاونلاين كلها ونسينا ان احنا نبدأ نطلع نتمشى وكده، فالواحد محتاج فعلا ان هو يرجع تاني لحياته الطبيعية. يعني حتى لما كنت في مصر كنت متعودة ان انا كل مشاويري بعملها مشي على قد ما اقدر، طبعا بعيد عن الشمس، يا الصبح بدري او ان انا اخر النهار، لكن يعني ما كسلش اودي المدرسة مشي او الشغل مشي وهكذا يعني. فانا قررت، حتى للاسف اللي هو في البلد دي شويه مطر شويه هوا شويه شمس، يعني هتلاقوا فصول السنه الاربعه موجوده في نفس اليوم، فمش هينفع طبعا نستسلم ونقعد في البيت علشان احنا الجو مش حلو. طب لو مطر شديد ومش عارف ايه وكده خلاص هنكسل؟ لا طبعا. هنعمل ايه؟ هنعمل تمارين في البيت. لو تحبوا ان انا اشارككم اللينك بتاع التمارين، في تمارين مشي في البيت بعملها بتبقى 1 مايل او 2 مايلز بيزودوها كل يوم، بتاخد تقريبا من اول 10 دقائق، يعني حلوه جدا ومسليه. هي مدربه يعني امريكيه بس هتعجبكم التمارين دي، برضو ممكن تعملوها لو مش هتقدروا تخرجوا تتمشوا. النقطه الثالثه اللي هي الهدوء بقى، يعني ان احنا كده نبعد عن الاسترس عموما في حياتنا، لان بيعمل بلاوي كتير جدا. اولا بيقلل الحرق، يعني الواحد لما بيبقى في حاله استرس او ان هو على طول في ضغط عصبي ونفسي وياخد كل حاجه على اعصابه بتقلل الحرق، دي نقطة. والنقطة التانية للأسف بتعمل أمراض مناعية، إن هي ممكن تكون علاجها بس إن الواحد يبعد عن إن هو أي ضغط عصبي أو نفسي، يعني هو ده علاجها، ملهاش أي علاج غير هدوء الأعصاب. الفيديو ده قديم ماشي، لأن الجو لسه متقلب هنا فمش من زمان يعني، بس قلت هو ليه علاقة بالإيه؟ بالهدوء الأعصاب كده والراحة النفسية، فلازم إن احنا نهدى كده ونهدي أعصابنا. مفيش حاجة مستاهلة ودايما صحتنا هي الأهم وكل حاجة بتعدي. النقطه اللي بعد كده مش عارفه رقم كام بقى، اللي هي النوم. النوم ده مهم جدا، من الحاجات برضو اللي بتزود الحرق وبتأدي نظام اليوم كله يبقى متظبط كده. لازم ننام بدري. انا عارفه ان احنا في البلد اللي احنا فيها للاسف العيشه متاخره، فبنضطر ان احنا ننام متاخر وبنصحى برضو بدري، فنحاول بس ان احنا قدر الامكان نظبط عدد ساعات النوم بتاعتنا، ان احنا بننام بدري وبنصحى في ميعاد بدري برضو، لان ده بيأثر على الحرق وعلى الصحة النفسية لينا ومزاجنا طول اليوم. الكارثة بقى التانية اللي كنت بعملها القهوة. القهوة والشاي عموما الكافيين بيقلل الحرق برضو، فهو يعني اقصى حاجة دلوقتي قللتها الاتنين، يعني انا كنت باخد 5 في اليوم، 2 قهوة و3 شاي، فدلوقتي وصلت الاتنين في اليوم، ده انجاز كبير جدا بالنسبة لي. المية، المية بقى من الحاجات المهمة جدا اللي بتزود الحرق وفي نفس الوقت كمان بتصحى عموما الجسم، بتظبط كل حاجه في اجهزه الجسم وظائف الجسم كلها في الميه. فالميه ممكن لو بتكسلوا تشربوا ميه زي كده، فهنعمل ايه بقى؟ هنعمل ازازه ميه هنمليها وهنشربها طول اليوم ونمليها تاني. انا يعني بمليها، يعني بشرب اقل حاجه 2 لتر لو الجو برد، غير كده يعني كل على حسب ما هو بيقدر يشرب ميه قد ايه، بس يعني مهم يبقى في ميه جنبنا على طول، ممكن نحط شرايح ليمون، بس المهم ميه مهمه جدا طول اليوم. فالافضل ان انا بملى ازازه علشان تبقى جنبي على طول. ان انا بقى ان انا قلت طول النهار اللي ملهاش لازمه، حته بسبوسه متبقيه مش عارفه ساندوتش اي حاجه، دي كانت برضو كارثه. فانا مش هعمل يعني ما بعملش كده خلاص، قفلت بقي ان انا مش اي حاجه قدامي مثلا بسكوتيه شوكولاتايه، وانا ما اكلتش بس اتخنت مش عارفه ليه. فانا النقطه دي بطلتها خالص.
وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده. ولو كنتوا بتعملوا حاجه من الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو دي، او كنتوا بتعملوهم كلهم زيي او لسه بتعملوهم، قولوا لي في التعليقات. ولو في حاجه تانية ضيفوها برضو في التعليقات. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.